ليه عجبني، عجبتني طريقتها. ما نجموش ننكروا اللي ما عندهاش، اللي عندها حضور. المرأة هذه عندها حضور وكلمانية وعندها ثقة في روحها، وأثبتت فك الباساج الصغير متاحة في تونسير. فما تنمية بشرية تقول لك وقت اللي تبعت ديزونت بوزيتيف وتقول راهو الحاجة هذه باش تصير، راهي تصير. يظهر لي ألفة الحمدي تؤمن بالتنمية البشرية وبالليزونت بوزيتيف، وكي نقول حاجة باش تصير راه باش تصير. نقول أنا اليوم راني حزب كبير، نجم نولي حزب كبير. ثم أثبت التاريخ القريب لتونس أن الحاجات هذه ماهيش مستحيلة. ديما نحكيو على لو سندروم المرزوقي، الهشمي الحمدي. مرزوقي ليه؟ هشمي الحمدي، نبيل القروي. لا المرزوقي في حاجه اخرى. في انه اصبح رئيسا. اوكي. اوكي يعني مش حاجه مستبعده. لا نسخير في الفاركور في الانتخابات. ثم قيس سعيد، يا اخي سامحني، شكون اللي كان يتصور قيس سعيد النهار باش يولي رئيس؟ كان ظاهره هو زاده ظاهره اوريجينال باش نقولوا، كنا نضحكوا ونتفكوا على مداخلاته وعلى طريقته في الكلام ايتترا. اليوم قيس سعيد رئيس الجمهوريه، لكنه عمل اللي ما عمله حتى حد وصل لانه قريب 3 ملايين صوتوا له. دونك اليوم اللي نحسبوا اللي احنا اليوم في مارس، والانتخابات التشريعيه وحيه معنيه بالانتخابات التشريعيه في ديسمبر، ما عندها مجال باش تخدم الدور. شوف زيد التصاور، راهو فما سلوغان معروف به مجله فرنسيه يقول لك لو بوا دي مو لو شوك دي فوتو. ديما التصويره راهي تقعد، التصويره تقعد. دونك يظهر لي متمكنه من الكوم ألفة الحمدي. اي بون فون، احنا اذا كان امراه قويه وعندها برنامج وعندها ما تقول في روحها وعندها الامكانيات وتنجم تستقطب ناس عندهم وزن. شفنا بريتو، شفنا احمد السويب، شفنا وجوه معروفه حول ألفة الحمدي. بوركوا با احمد السويب معاه؟ يا ما نعرفش احمد السويب معاه. شفته في مداخله، ما يخدم معاهم ولا ما نعرفش شنو اللي يعمل بالضبط. المعلومة.